السلام عليكم، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، عواشركم مبروكه. ايه الاخبار؟ طبعا ده اول عيد فطر احضره في المغرب وسط اهل المغاربه، فطبعا في اختلاف شاسع بعد الصيام. احنا دايما في مصر بيبقى في حاجه اسمها فسيخ وحاجه اسمها رنجه وحكايات كده، طبعا سمعتوا عنها. عامه انا ما باكلش الحاجات دي عامه يعني. المهم عشان ما اطولش عليكم بقى، انا دلوقتي قدامي بسم الله ما شاء الله حاجات جميله، وهي شكلها حلوه اصلا، هي تتحط زينه ما تتاكلش. عندي حاجات ما شاء الله يعني، ف هنتعرف عليها سوا. انا بالنسبه لي انا ما اعرفش، انتوا اكيد عارفين يعني. دي ايه يا ميمه؟ دي اسمها ايه؟ صبلي حلوه. صبلي احي. هو كلها حلويات، كلها حلويات صبلي بس. طب ودي؟ طيب دي البسبوسه. لا دي كنافه. احمد بلاتي بلاتي، قبل ما ورانا فينا هو كعب الغزال. كعب الغزال؟ ما شوفوش كتعرفوا. لا 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 الكعب. لا استنى اللي فضحتينا. اذا فضحتك استنى استنى. ده كعب الغزال. اول مره غزال يا من اندل. اول مره تشوفه؟ لا لا ماله. ده كعب الغزال. ما هو مكيه كفتحه. انا ما باكلوش اصلا. عندنا كعب الغزال، عندنا البقلاوه. دي بقلاوه؟ لا ماشي بقلاوه. محنشه. حصل خير يا جدعان. مش دعوه باللغه اللي انا بقولها دي، خليكم انتوا احسن. لا الميمه هي اللي عاملاها، هو الكراسو بس هي اللي شارياه عشان بس من ما هو اللي كانت تاكله الوحيد. كاينه ولا مش كاينه؟ كاينه. هو الحاجه الوحيده اللي انا باكلها هنا اصلا وشويه اتاي. يا زوز صحتك بدر. انا كنشوف انا كنشوف دابا العيد وكل شيء متاثر حيت ما كتاكلش كاع شي. هو دابا انت كليتي غير بعينك. ما هو انا كده شبعت. ايه رايك؟ ايه رايك في الجلابه؟ لا تبارك الله عليك. كنت جايبها من 2015 في السعوديه، ما لبستهاش من ساعتها، اول مره البسها. كي جاتك؟ لا جاتني مزيان. مزيان؟ لا مزيان. وجات معاك نيتها؟ نفس الاستامبه بتاعتي هي. بص نزلت هوبا نزلت على طول. يعني ما ولا قالت لطي ديالك هي لطي. ايه رايك؟ بحب احافظ انا، انت فاهم؟ بحب احافظ. بس احب نحافظ على الدنيا. بس قول لي يعني، احنا اتكلمنا بخصوص العيديه. عندكم في العيد الفطر في بتدوا للدراري فلوس لغايه سن كام بتدوا؟ لغايه سن 14 15. اقسم بالله تبارك الله. من انا كنت باخد. انا اخر هديه اخدتها، عيديه اخدتها يعتبر قبل ما اتجوز بحوالي سنه ولا سنتين. احنا عندنا لازم يا عم، احنا كبرنا. لا لازم العيد يعني، احنا بناخدها غصب. فاهمه؟ دابا تعطيها لي انا. ما انا هديك العيديه اللي ابوك اداني. انا دابا زوز يا جدعان بقول له فين العيديه؟ اداني كمامه. بقول له ايه ده؟ قال لي دي العيديه بتاعت السنه دي. قلت له شكرا. بس فرحان انت طبعا. ايوه. ما عندناش. هذه الهديه اللي متوفره عندنا. متوفره كمامه. ماشي يا زوز. ماشي يا زوز. هو فين ما كتمتع وسائل الاعلام، خرج برا سير قبر دارك، جلس في دارك. اللهم احسن غنجلسوا في دارنا والكمامه. انت صح، انت صح. ونهنيوا راسنا ونهنيوا. طب انا عايز اقول لك على حاجه بقى، انت نسيت عايد على الناس. الناس نسيت والله، نسيت. هو خليتيني لان انت انا كدير كمامه، داك الشيء علاش نسيت. دابا حيد الكمامه. هو الناس عواشرهم مبروكه بالصحه والعافيه، ونقول لهم ما يقنطوش. راه كنا في الهوا سوا، ما يقنطوش. لان خدتوا بالكم انتم من الهوا سوا؟ لا كنا غاديين في هذه الجائحه هذه، ونتمناو على الله تدوز بخير وعلى خير. الجميع
الناس ديالنا والناس ديال اللي في الخارج والناس البشرية كاملة. حنا دابا نجمعوا كل شيء، الناس ديالنا المسلمين والعرب و آمين يا رب. المسيحيين كل شيء، لأن كلهم بشر، أي واحد تسمى بشر لكل شيء، البشرية كلها. ايوا ايوا هذا هو العيد اللي حسينا ب بالاحاسيس اللي كيحسوا بها الناس ديال الخارج ديال الغربه كما كان. حنا عشنا الوضعيه ديالهم دابا، حيت ما كاين لا عائله لا والو، غير حنا مجموعين، غير العائله هنا. دابا الناس اللي في خارج هما مشات كيعانيو هادشي سنين، اعياد كلها بلا كورونا، كيكونوا بوحدهم خدامين والجيران ديالهم اجانب وكل شيء، كتلقاه بوحدو كيعيد بوحدو. دابا حنا شاركنا معاهم العيد ديالهم، شاركنا حتى حنا بطريقتهم. دابا داكشي اللي كاين حتى حنا راه غرب، واخا حنا دابا حنا بالاحباب والجيران ما كنشوفوهمش دابا، حيت حنا كنعيدو بوحدنا. دابا حتى حنا بحال حتى حنا بغربه، دابا كلنا بغربه. غنعمل يا زوز بس، لا واش غادي يدير الواحد. انا دلوقتي حاسس ان انا في غربه عشان مش نايم. لا عشان مش نايم، بس انا مطبق من امبارح طبعا، عشان ايه مطبق يعني مش نايم من امبارح، عشان نقول كده في ناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش، علشان قعد اليوم، لان طبعا في رمضان الايام بتتشقلب، اليوم بيتشقلب، فلازم افضل سهران من اول ما بصحى في اخر يوم رمضان لاول يوم العيد بالليل، ابدا انام بقى، ابدا اصحى الصبح بدري عادي، والدنيا حلوه ولذيذه وصباح الفل. وحده والله يعني، بس انت عارف عندنا برضو، احنا عندنا يعني اكتريه الناس في مصر اخر يوم رمضان ما بننامش، تمام، بنفضل في الشارع طبعا بعيد عن حوار الحجر، يعني عارف انت كنا زمان في صواريخ بتتباع، ما اعرفش بتتباع عندك ولا لا؟ لا هذيك ولا دي ممنوعه؟ لا اتمنعت دلوقتي، ممنوعه الكل. لا احنا عندنا صواريخ وبنحطها في جيوب الناس لا كان لا ايه مثلا كان واحد ابن عمي بقى قاعد اولع صاروخ واحطه في جيبه ويلا هوب هو حظه بقى. في العيد عندكم؟ في العيد عندنا في العيد احنا عندنا عصاره وفي بومب عصاره عندكم البومب برضو بتاع كده مدور وتضربيه بفرقه. احنا عندنا عصاره في المنطقه الشرقيه في سيد الميلود، وما كنديروا هادشي اللي كنديروا حنا في عصاره، هاد الصواريخ وهادشي ديال هذا هو كيدير في المنطقه الشرقيه في وجده وبركان. هو غلط، احنا يعني كنا بنعمل في غير هذه السنة هذه بتقديم العائلة. والله يا جدعان بتقديم العائلة هو العيد ولكن نقص. ما أكيد طبعا يعني دابا العيد كل واحد قافل على أهله وقاعد في البيت خايف من حر الفيروس، فربنا يشيل عننا البلاء ده في أسرع وقت والدنيا ترجع تاني. طبعا حاجة بسطاني إن أنا أول مرة أحضر معاكوا عيد الفطر، أنا حضرت عيد الأضحى لو تفتكر. ده اول عيد فطر انا احضره، لان السنه اللي فاتت حضرت نص رمضان هنا والنص الثاني كنت في مصر. بس ايوه دابا من ظهرك حضرتي في هذا رمضان، هذا حضرتي هنا كامل وحضرتي عيد كبير، ولكن ماشي بالما كامله ديال العائله. مع الانسان العائله بتفرق، تلاقي حد مش عارف اخواتك مش عارف ايه كده. بس واش غادي دير ان شاء الله مره اخرى منين تفك هاد الجائحه؟ كل سنه وانتم طيبين. كله عواشركم مبروكه، مش هنطول عليكم عشان تلحقوا تفطروا او تتغدوا او تتعشوا. السلام عليكم، نشوفكم على خير.